أتعس علاقة غرامية حصلت في القرن العشرين بعد وفاة عشيقته. عاش كارل في حالة اكتئاب شديدة وصلته انه خرج جثتها من الأب وعاش معاها لمدة 7 سنين. في فترة الحرب العالمية الأولى اشتغل كارل تانزلر الطبيب المختص في مجال الأشعة في واحدة من الغواصات الألمانية، وفي نهاية الحرب وهزيمة ألمانيا اتجوز وهو عنده 43 سنة، وبعدها قرر ان هو وعيلته يهاجروا للولايات المتحدة الأمريكية. وبعد ما وصل اتعين الدكتور كارل في مستشفى في منطقة كي ويست بولاية فلوريدا، وبعدها قال لزمايله انه بيحب حياة الوحدة والمستشفى عن الحياة الزوجية. وبعدها بفترة صغيرة انفصل كارل عن زوجته بعد ما خلف منها طفلين، وفي الوقت ده غير لقبه لكارل فان كوزل. يوم 22/4/1930 شاف بنت اسمها ماريا إلينا وقع في غرامها من اول نظرة. ماريا كانت جميلة جدا، بس كانت مريضة ومقيمة في مستشفى كي ويست وكان عندها مرض الصلب، وبناء على تقارير الدكاترة ان حالة ماريا مستعصية جدا، وكمان اكدوا انها مش هتعيش كتير. وبرغم كل التقارير دي رفض الدكتور كارل كل التقارير الطبية، وكان مؤمن ان ممكن تحصل معجزة، وقرر انه يفضل معاها ويعالجها لغاية ما تكون كويسة. كارل كان بيسهر معاها ليل ونهار ويديها كل الادوية الممكنة عشان تخف، وبرغم كل التضحيات دي واللي استمرت لمدة سنة ونص ما قدرش ينقذها وماتت يوم 25/10/1931 وكان عندها 21 سنة. بعد وفاة ماريا كارل جات له صدمة خلته انسان كئيب جدا، وقرر انه يروح لاهلها ويعرض عليهم عرض. قال لهم انه عايز يحنط جثة ماريا ويبني ليها ضريح، وكل ده على حسابه الشخصي. والدها في الاول ما كانش موافق، ولكن بعد الحاح شديد من كارل وافق على الفكرة، وفعلا عمل الضريح. ومن سنة 1931 لسنة 1933 كارل كان بيزور ضريح عشيقته كل يوم، لكن في أواخر سنة 1933 اتقطعت زيارته بشكل مفاجئ. في الوقت ده محدش اهتم، لكن في سنة 1940 في واحد كان بيبيع هدايا كان بيقول ان كارل كان متعود منه يشتري هدايا بشكل يومي لمدة سنين، وفجأة بطل وبدأ كلام يكتر ويقولوا انه ممكن يكون تعرف على واحدة تانية او تعبان، المهم ان اكيد مش في طبيعته. ولما زادت الاشاعات جدا قررت اخت ماريا ان هي تزور كارل وراحت شقته عشان تطمن عليه. بمجرد ما دخلت شقه كارل اتفاجئت بوجود جثه اختها ماريا اللي متوفيه من سنه 1931، لقيتها متحنطه وموجوده في اوضه عنده. ما عرفتش تعمل حاجه غير ان هي بلغت الشرطه بسرعه، وحسب الابحاث اللي عملتها الشرطه قالت حقيقه ماساه عاشها كارل لمده 7 سنين، وانه ما تحملش وفاه ومعرفش يعمل حاجة غير انه نبش قبرها وخرج بقايا جثتها وشبه حنطها ونقلها لبيته، وانه شمع جلد عشيقته بعد ما ملى جثتها بالقماش وحطلها عين صناعية ولبسها شعر مستعار وثبت عظمها باستخدام الاسلاك عشان العلاقة الجنسية. وخلال فترة التحقيق تصريحات كارل كانت سبب في حزن الناس كلها، لانه عبر عن حبه الشديد لماريا، وكل اللي طلبوا انهم يسمحوا له انه ياخد الجثة ويرجع لبيته. وفي نهاية التحقيق تم اطلاق سراح كارل وما اتحكمش، وتقريبا السبب في كده قوانين التقادم المسبق واللي اقرت بانقضاء الفتره الزمنيه المحدده لرفع قضيه ضد المذنب، حيث يعود تاريخ تدنيس الجثه الى حدود سنه 1933. السلطات الامريكيه دفنت ماريا في مقبره مجهوله داخل المنطقه، وبرغم كل اللي حصل عشق كارل لماريا ما وقفش، ورغم انه ساب منطقه كي ويست واستقر بمقاطعه باسكو بولايه فلوريدا بدا يروج لبطاقات بريدية عليها صورة عشيقته، وجاب عروسة بلاستيك لبسها لبس ماريا وعاملها كحبيبته.